تفضل يا أخي أحمد من تبوك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. مساء الله بالخير يا شيخ. يا شيخ الله يجزاك خير، بس سؤال. تفضل. كنا بالخارج الله يجزاك خير، عسكر دورة 3 شهور. أحمد اقصر التلفزيون، اقصر التلفزيون يا أحمد. ما كنا نبي صلاة الجمعة. أحمد اقصر التلفزيون شوي. أيوه تفضل. تفضل. طيب ما كنا نبي صلاة الجمعة الله يجزاك خير يا شيخ. أيوه. 3 شهور يقول أنت تعتبرون مرابطين. يقول أفتانا فيها ابن باز رحمه الله، جابوا لنا فتوى. هل هذا شيء ولا لا؟ طيب شكرا. نعم نعم. يشتغلون يا فضيلة الشيخ في الأمن، ويقول نصلي الجمعة في أماكنهم نظرا لأنهم يحرسون وأيضا يشتغلون في الأمن. صلاتهم للجمعة فضيلة الشيخ خلال هذه المدة 3 شهور ما داموا بعيدين عن الجوامع يصلونها ظهرا، يصلونها في مكان عملهم ظهرا، ولا يصلوها جمعة إلا إذا كان عندهم جامع يصلى فيه تقام فيه الجمعة يصلونها مع المسلمين. أما إذا كانوا في مكان بعيد عن الجوامع من أجل عملهم فإنهم يصلونها ظهراً.